أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير، يا هلا فيكم. نعود إليكم في سهرة كويتية مع مجموعة من المطربين الكويتيين. نبدأ سهرتنا هذه مع فرقة العيدي. سوف تسمعنا أغنيتين شعبيتين، سامري ونقازي، فلتفضل. ولا رجم زمالي وانا لا على Yeah.
Yeah.
أعزائي المشاهدين، سهرتنا هذه الليلة مكونة من فقرتين. الفقرة الأولى طبعا استمعنا فيها من فرقة محمد العيدي إلى سامرية ونقازية، وبعد فرقة العيدي يغنينا المطرب المحبوب مبارك المعتوق أغنيتين من أغاني الحلوة، فليتفضل. Thank you.
I'm not afraid.
أعزائي المشاهدين، بعد أن استمعنا في هذه الفقرة إلى المطرب المحبوب مبارك المعتوق، جاء دور الفنانة أم زايد مع فرقتها الشعبية لتسمعنا إلى أغنيتين، فلتتفضل. تفضلي. Oh,
أعزائي المشاهدين، بعد الفقرة اللي فاتت لفرقة أم زايد الفنون الشعبية، جاء دور المطرب المحبوب مصطفى أحمد فيسمعنا أغنيتين محبوبتين، فليتفضل.
الآن جاء دور فرقة محمد العيدي، فليتفضل. تفضل. Thank you.
أعزائي المشاهدين، بعد الفقرة اللي فاتت من فرقة العيدي جاء دور الفنان المطرب الشعبي المحبوب الأستاذ حمد خليفة، فليتفضل. عرفت الهوى لكن جهلت
فكيف وقعت ومت مني لضالع
Thank you.
المشاهدين، وبهذه الفقرة من الفنان الشعبي المحبوب حمد خليفة تنتهي سهرتنا هذه الليلة، ونشكركم وتصبحون على خير. Thank you.